السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا هذا الفيديو فيه جلد كتير حلو، في عدد كلات كتير حلوة، جلد بالمطار، يعني جلد عن جد، يعني جلد بمعنى الجلد يعني. وفي عدد كلات حلوة، في مواجهات كتير حلوة، بتمنى انه يعجبكم الجيم. اذا كنت اول مرة عم تتابعني لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس لتشوف كل فيديوهاتنا الجديدة وفيديوهاتنا السابقة. ونزل فيديو جديد امبارح على قناتي الثانية، فراح احط لكم الرابط كمان بصندوق الوصف، روحوا ادخلوا واشتركوا بقناة تانية. يعني الفيديو عم توصل 500 مشاهدة 400 مشاهدة، ما في تفاعل، يعني ما حدا عم يروح على القناة تانية. فاللي عم بيتابع هذا الفيديو روح اشترك قناة تانية. وشغلة تانية، يعني عم تطلبوا مني اني اشحن واعطي شداد، فبدي اعتذر منكم على هذا الشيء لانه الدعم قليل، التفاعل عندي بالقناة قليلة. ادعموني وتفاعلوا عندي بالقناة لحتى انا احسن اتفاعل معكم واعطيكم اللي بدكم اياه. يعني بعمل بس مباشر على فيسبوك، ما حدا بيجي. فبعمل مسابقات، ما حدا بيجي. بتطلبوا مني رومات اعمل، ما حدا بيجي. يعني بقدمكم لعبة نظيف احسن اكتر، يعني انظف من باقي اليوتيوبرية واغلبهم واكترهم، وانظف من كل اليوتيوبرية، بدون هاك، بدون غش، بدون اي شيء. وما في تفاعل عندي بالقناة، فما بعرف شو السبب. يعني لهالدرجة ما استاهل انه يكون عندي تفاعل بالقناة. يعني بقدم لك شيء انظف من اليوتيوبرية تانية، حتى اكبر من اليوتيوبرية الكبار كمان. فاذا ما بعرف، المهم اذا كنت اول مرة متابعني اشترك بالقناة وفعل زر الجرس، وبس يصير في تفاعل بالقناة ويصير في مشاهدات وفي دعم بالقناة وبالبث المباشر، وقتها انا راح اضل كل يوم اسحب عالم على الرويال باس. بس لما اذا ما الاقي دعم انا كمان ما فيني ادعم ولا اعطي. فلا تأخذوني هذا الشيء، يعني التقصير منكم عم تجي قبل ما يجي مني. فآسف، وهلا بترككم مع فيديو مشاهدة ممتعة، والسلام عليكم. تمام. في واحد تحت في القرب، فوق مو تحت. انا بعيد عنك. وين راح هذا؟ من وين هذا؟ معه شي سلاح؟ في واحد، ما بعرف، في واحد مكان نوكنو معه. هيك بدك هيك خذ. هات هات اعطيني. معي ام 7 قرب، تعال فوت. في واحد هون عم يجي. طيب ربك وين السلاح؟ متى راح تتعب؟ لاعب ها، بعرف هذا تالته. في واحد هون، هذا في واحد. كم بس ورا شجر عم يشيلوا لك شال. كل واحد يطلع من محل واحدة. أنا من هنا. قنبلة. وينو هذا؟ لك الجسس ليه؟ كم واحد نازلوني؟ معك دام؟ ايه معنا، خلص واحد هون. دكانة بدكانة. اي دكانة يا زلمة؟ تعال عندك. هاي دكانة، هاي اللي قدامنا. ماركت اللوكيشن. وربي ما طلق النار. في
في معه سكار وطلق. هلا اللوت معهم ليوم اللوت. اللي واحد انا فكرته بوت يا زلمه، يقول لاعب قدامك. ما شفت لاعب ولا بوت، شفتوا انه فايد لجوا. كم واحد شلتوا؟ انا ثلاثة. لك منهم منهم هدول؟ هدول واحد منهم. معناتها ثلاثة كانوا الي. أمام المطار كم واحد كان نازل معناته؟ ألف يا زلمة. ليك ليك سيرس سيرس قدامنا قدامنا. تدوا علي يعني انا عم دمج عم دمج. هيك شدوا الراس اخذوا علينا جرام. لا والله هرب على السيارة على السيارة. نوك انا يشيلوك دمجتهم كتير يا زلمة. وانا كمان دمجتهم بس نهيل. اه ورانا ورانا اضربوا علي. شباب 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 على السيارة يا عم اضربوا علينا. طولت ها راح ادلع كمان مالي شيء انا. عم يفتروا عليكم على اليسار على اليمين يمين يمين شفته عنده سيارة. شباب انه هون هلا صاروا تقريبا اثنين نوك اثنين نوك اثنين نوك سوق شيرت ديار سوق ديار سوق. روح عليهم روح روح وينهم هنا بالضبط؟ ورا السموك ورا السموك فوق ورا السموك فوق على الجبل. وقف اعطيني دم تفضل. مارك ذا لوكيشن. اعطيني دم يا زلمة. هذا مين شايله لهذا؟ اي واحد هذا اللي كان هون هذا مو كان نوك تبعي؟ ما بعرف كان تبعي واحد نوك انا شلته ما بعرف. انت شوفوا لي مصغر السيارة هاي كيف فايتها بالارض؟ شفته الحدا فوق. انا عندي اثنين جاي لك هون. يا الله هذول انا مقارنهم ويعيموت ويعيموت
تفهم؟ في واحد ثاني ورا الشجرة هي. قد ايه؟ شوف دمي كيف. يلا انا راح احط بلش. يلا موت. تحت هرمونات تمام. هرمون دمي هرمون امسكني. امسكني امسكني امسكني. كمان دمي. ما شفت 100 مرة وقعنا يا زلمة. وقف وقف وقف. انا بس لا تتحرك لا تتحرك اوعك تتحرك اه معقول هون ولا طرف ثاني لا لا ليك هون 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 هذول تبع السياره قرمه ايه بس يعني يا اما حمير أكيد قالوا لحالهم ما نقدر نعبر الجسر لأنه في كمين كفو كفو خلص سموك 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 هذا ضرب بيضرب فلير برا الزون يا زلمة اطلعوا بالمي أحسن شيء ما معكم شو اسمه زيادة بان كيلر شغلة عملة وانا شو معي نجرب الشي اسمه بالماي عن ديروا بالكم بازين معنا كل مو معبى معقول ما يوصلنا يلا نخوي على جيلي في حدا بام عالم بداية الجسر سيارة هنيك عاملين كمين هدول شكلهم والله انت وصلت مو بس اسمع اسمع وقف السيارة هون وقفها خلينا نشوف اذا في حدا مشان اسوق انا واساوي ليك ليك عم بوقف يعلق ليكو ليكو كي وين مكمبر شايفينه؟ وين تغير خلينا نشوف معك؟ يا تعال شوف معي ايه ايه سد سد هو تحت ال مكمبر مكمبر تحت القطرة هي اللي خربانة على الطريق تعال يلا يلا خيارة 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 لك تعال تعال هن كلياتهم هنيك مكمبرين تحت القطرة تعالوا شباب يلا خيارة خيارة قهرمان شباب كفو روح اخر 13 طلقة يا زلمة ما شاء الله 20 كيل الدمج ايش قد؟ الدمج ايش قد؟ خلينا نشوف الله انا ميت ميت يا زبالية شافو وحش يلا نطلع كمان على اللوبي نحنا